السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعين، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله في هالفيديو راح نطبق الكود المفقود من 25 سنة. تخيلوا، من 25 سنة والجماعة ما اكتشفوا إلا تقريبا من شهر أسبوع شيء تقريبا شهر ونص تقريبا إيه تقريبا بهالحدود. عموما الكود هذا موجود في لعبة ستريت فايتر ألفا 2 نسخة السوبر نينتندو. زين، طبعا في ناس ما تعرف ان في نسخه حق السوبر نينتندو، وفي بعضكم يعني يعرف، نحن يعني تكلمنا عنها اكثر مره في القناه. اللي حاب يعرف، نحن راجعنا سلسله ستريت فايتر الفا في سلسله فايترز ليجاسي. زين، بحط لكم يعني انا الفيديو في الشريط المقترحات وفي نفس الوقت في الاوترو. على كل حال، خبرنا حسن شو قصه الكود المخفي، الكود المخفي هذا من 25 سنة، أو الكود المفقود. هذا الكود عبارة عن أنك تلعب بشن أكوما. زين، طبعاً يعني 25 سنة والحين اكتشفوا الكود، شيء غريب. لكن منو هذا اللي اكتشفه يعني، وكيف اكتشفه؟ أنا ما أعرف من هالشخص تحديداً، لكن أنا اللي أعرفه أنه يعني شخص من الهواء، يعني هكر على اللعبة وشاف بالشفرات اللي فيها واكتشف هالكود وساعتها الكود هذا، يعني بعدها يعني نشر الكود هذا والمواقع تكلمت عنه. في حتى كم من يوتيوبرز يعني سوى الكود هذا، نفس ماكسيميليان دود. صح. زين، وكم من يوتيوبرز ثانيين يعني طبقوا الكود هذا على ارض الواقع وضبط وياهم مشى. زين، لكن الشيء اللي يعني بعض يستغرب ليش يعني اكتشفوا هالكود مؤخرا. انا بقول لكم شو الموضوع. ترى لعم نسخة السوبر نينتندو يعني من ستريت فايتر ألفا ما كان لها ذي يعني ذيك الشعبية، خاصة اللعبة بيشوف منها داون جريد يعني في عدة أشياء، لكن ما تكلعب هي يعني قابلة للعب، يعني تقدر تستمتع فيها. لكن الناس ما راح تفتكر في نسخة السوبر نينتندو طالما إن في نسخة أفضل. صح. ليش الناس ترجع يعني تلعب نسخة السوبر نينتندو دام نردي نسخة البلاي ستيشن 1 نزلت قبل نسخة السوبر نينتندو تقريبا؟ كان فرق بينهم شهرين. نسخة السبتين نزلت تقريبا في سبتمبر 96، لا سوري، نسخة بلاي ستيشن 1 نزلت في سبتمبر سنة 96، أما نسخة السباتندو نزلت في نوفمبر. يعني تقريبا شهرين شيء، ما أعرف كيف أحسبها، يعني نقول تقريبا شهرين بينهم. فبالتالي الناس راح تتجه لنسخة بلاي ستيشن 1 وما راح تتجه لجهاز يعني خلاص على مشارف الموت. اصلا حاليا اصلا بعد ما بيتوجهون للبلاي ستيشن 1 بعد لازم خلاص لا ايه نحن يعني ايه ما تكمل حاليا ايه. طبعا ذاك الفيديو كيف الموضوع انزين، يعني ليش ما حطوا المجلات او حد تكلم عنه، او عقب مثلا يوم دشين مواضيع المواقع؟ فشيء غريب يعني فعلا. هو على الاقل يعني حتى البعض يعني حطه كمعلومه. لأن في ذاك الوقت يعني لو تفكر فيها، مش كل كان عنده القدر انه يشتري بلاي ستيشن 1 او سيجا ساترن، خاصة سيجا ساترن لأنه كونه وايد غالي. على الأقل يعني لازم يعيرون اهتمام حق مالكي جهاز السوبر نينتندو ويقولون الكود هذا. فعموما يعني بشكل عام ما حد اهتم، يعني ما حد افتكر بنسخة السوبر نينتندو، خاصة انها داون جريد يعني في وايد اشياء. لكن شوف، نسخة السوبر نينتندو تتكلم عنها يعني كنسخة هي قابلة للعب وما زالت مسلية، يعني هذا شيء يحسب لهم انهم اصدروا هاللعبة واستغلت كامل قدرات الجهاز. واللعبة تستخدم يعني تشيب خاص يتركب في شريحة الكارتج نفسه. ما اذكر شو كان نوع الشريحة، لكن تعتبر حديثة بالنسبة للجهاز. على كل حال، نحن الحين راح نلعب ونطبق الكود على ارض الواقع وبتشوفون كيف. ان شاء الله تضبط ويانا بس. ان شاء الله نحن بنجرب، ترى مو بخسران شيء، يعني هالفيديو يعني بس باب تجربه. الحين بنلعب طول الاركيد، احتمال يمكن نقصص هالفيديو شويه عشان ما نطول عليكم. فبنلعب الاركيد مود، وطبعا حسن اللي راح يلعب مروين مهارته. يلا توكل على الله حسن. يلا ستارت. زين، شنو ناخذ؟ منو خذ حبيب الشعب اليوم، ولا حبيب الشعب؟ اوكي تمام، ولا اكون ما على راحتك. لا خله شوي يرتاح، بناخذ اليوم مشكله. زين، خلي منول، سرعه نورمال، اخلي توربو.
انزين يلا ريو زنجيف. ريو زنجيف. شوف لاحظ تقول لودينج يا ريال. هو بين في لودينج. وفعليا لودينج ولا هي يطلع لودينج تقريبا من الاربع ثواني. ايوه تقريبا اربع لثلاث ثواني. ايه زين زنجيف. ايه بس هو شوف انا برايي الشخصي ان اللودينج المفروض يطلع يعني مثلا قبل راوند 1. ايه ليش؟ لا تعرف المباريات لما يقولون يعني مثلا ابدا او شيء هذا. انت هني تبدا تخطط يعني شو الاستراتيجيه اللي بروح اطبقها في البدايه. صح. لكن هذا يقول لك فايت وبعد لودينج يعني شيء يمكن يعني تحس شنو داش عرض فيك. ما يمديك يعني تتجهز يعني للخطط او الهجوم شو اسمه اللي ناوي تسويه. لا شوف ترى تحس ببطء يعني. هي نسخة بطيئة لكن بشكل عام عملية عملية وسلسة يعني تحس يعني النسخة هذه سلسة. طبعا هذه مش نفس سيت فايتر الفا 3 عشان تسوي حركة السوبر. عشان تسوي حركة السوبر لازم تضغط يعني اذا بتستخدم ثلاث مرات لازم على 3 بانشز او 3 كيكس. الكومنت بعد 3 بانشز و 3 كيكس. هل جزت كذي هي؟ هنا عندنا لين ما تواجه اللاعب الثاني يلا شوي تترية. تقول ياسي قلج. علقت اللعبة خلاص. بس هو شوف حسن يعني انت لو شوف الجرافكس يعني قياسا على قدرات السماتندو. ايه ترى حلو قياسا على قدرات السماتندو ترى حلو الجرافكس ما اشوفه سيء. زين ويعني ما زلت يعني اشيد عليهم انهم قدروا يحطون هالنسخه على جهاز نفس السماتندو. انا ما اتوقع ان السيجا جينسيس راح يقدر يتحملها. لا لا ما بيتحمل ما اتوقع. بس لا ذاك الوقت وايد كنا نلعب ستريت فايتر 2 سواء على الجينيسيس او السوبر نينتندو. بس شو بالنسبه لك كان احسن يعني على السوبر نينتندو ولا السيجا؟ هو شوف والله تدري شو ما تقدر تقول اي واحد فيهم احسن. هو شوف ما تقدر تقول لكن شوف لكن اذا بتلعب اللعبه على كنترول سيجا جينيسيس اللي هو 6 باتنز بقول لك هذه بيرفكت حق العاب الفايت. زين لكن بعد نسخة يعني اليد مال سوبرتندو ممتازة يعني حق العاب الفايت حق كل شيء. يد سوبرتندو ممتازة حق العاب الفايت حق كل شيء. فبالتالي يعني المسألة بهالشيء لكن أنا عن نفسي إذا بفضل ألعبها بفضل ألعبها على كنترول سيجا جينيسيس. بعد صح. شوف أنا ما عندي شو اسمه ما عندي مشكلة يعني ألعب على كنترول سيجا أو سوبر نينتندو. يعني اثنيناتهم صراحة أشوفهم كنترولات يعني فيهم سلاسه وكنترولات يعني وايد حلوه على حسب اللعبه. شوف ايه كنترول سوبر نينتندو مثلا اذا تضغط ار و ال يعني بعض الالعاب ينفع حتى تدي اسلحه سهل. لكن في العاب الفايت صعب مثلا انك تطبق الكوماند على زر ال هذوك مثلا على زر ال. هذا نهائيا مش عملي. فالسيكا جينسيس يعني انت تقول هي لا يعتمد في ناس متعودين انا وياك يعني احترافيه عندهم. في ناس متعودين. شوف بس انت لو تتكلم يعني عن نفسي انا عن نفسي العب كنترول لان كله زار ستة على الواجهه على الواجهه الاماميه فبيكون سهل. زين وغلبنا هذا يلا تريح خلني ارقد شوي. اوكي يلا زين وين وصلنا؟ الحين وصلنا شو اسمه هذا ادون؟ ادون صدق قريته عدنان. عدنان هذا بعد طلع في الجزء الاول من سيت فايتر. ايه سودوم طلع في الجزء الاول اظني. لا سودوم خلني اتذكر اظني. لا لا سودوم لا في فاينل فايتر اظني طلع سودوم كان رئيس بس. ايه ادون في نسخة الاركيد مزعج الفا 2؟ ايه ايه هو تحس يعني اسلوبه شوي يعتمد على الخداع يتسانع عطوفه والاخره. في
يا ايش سوى بيا العبد يوت هذا شو تحيده في فيلم سيت فايتر الفا السيت فايتر الفا الفيلم مش جنريشن الاصلي شو كان اسمه نسيت اسمه هذا شو استوى فيه تكسر اظني مات صح في ما اتذكر والله من زمان شفته اذكر من وين اخذت الشريط الناس بتقول لا حرقت علينا الفيلم ترى جديد موجود من زمان لا اتذكر تعال من وين شريته اذكر اخذته من بريمي من بريمي ايه انا هي انا شفته اول شيء في هذا نفس الشيء بريمي بس مشكلة بالياباني كان بالياباني بعدين اخذنا انا دي في دي وكان في دبلجة انجليزية وحمد فيعني شو اسمه كان يعني مدبلج بالانجليزي ففهمنا كل الحوارات ايه ايام الطالع ان شاء الله شوف عادي لو تحطه على ميوت بعد اهم شيء طالع هذه هي وصلنا للعدو ساغات ساغات طبعا للناس ما تعرف شو سبب الجرح اللي على صدر ساغات لو تذكرون في الفيلم يعني ريو عطاه الشريوكن شق صدره أدبه ايه لين ما شو اسمه لين ما خلاص قرر ساغات انه بينتقم خلاص بينتقم على اللي سوى ريو دام طول هالوقت يروحه اظني وصلت الحين شنو اكون وصلت له يلا شد حيلك أنا بتم ساكت عشان تمركز. لا هذا صعب هذا صعب حتى في نسخة السوبر نينتندو صعب. نعم. يا ريال بلشة هذا. أوكي. يلا يلا. أيوة. نبهن. هذه بالي استراتيجية دفاعية ما لا تهاجم عليه بشكل دائم. يلا يلا عندك سوبر ترى. نايس. نايس. البرزنتيشن والنهايه في نسخه السوبر نينتندو حلوه مات الحلوه يعني قريبه شويه من نسخه الاركيد بس بعد يعني مشي الحال على الاقل فيها نهايه ف يعني نسخه السوبر نينتندو بشكل عام نفس ما قلت اكثر مره تحسب لها يعني من هالناحيه كولكشن كولكشن يعني شنو حطه في المكتبه الحين اوكي الحين راح نراويكم من الكود لما يخلص الكريدت عاد اوكي عشان تطبقون الكود مال الحكومة لازم في الهاي سكور هذا شيء اجباري لازم تكتبوا كلمة كي اي جي انزين من بعد ما كتبنا كلمة كي اي جي تشوفون قدامكم تايتل سكرين لازم بالكنترول الثاني تتم ضاغط على ال اكس واي وستارت بشكل مستمر بالضبط وانا لازم اضغط ستارت يلا خلنا نجرب يلا بسم الله انا بتم ضغط اوكي يلا نجرب الحين ارسز مود حلو انا هديته الحين يلا نجرب يلا بسم الله اوكي اوكي شو صار حمي شوف حمي بين يا سلام ضبط الكود ضبط الكود ضبط الكود لكن تتعرف شو الغريب ما حطوا لون ثاني على حق شنكومة حطوا نفس اللون المفروض تكون ألوان مختلفة ايه. ما حطوا يعني نفس مفروض يكون ألوان مختلفة أنا طبعا اللاعب العلمين اللاعب الثاني عشان ما حد يلخبط لا شوفوا اللي بيخسر هو سالم لا تكابر عشان ما تخسر لين مسوت زين عجيب يا اخي نحن عجيب عجيب يا سلام عليك ها قمت تختفي اشوفك شفت كيف يا سلام عصب شكلك ها
ها اوه هاي نسيت اسويها صدق. يا سلام فاز فاز. اوكي الجولة الثانية. زين اخ خيبة تكسرت. ها ما يسطل. مشكلة ما كنت بسوي هذه. ما يسطل ها؟ ايه ترى شنو كوه ما يدوخ. ما يسطل ما يدوخ. بالغلط. يلا ما عليه ما عليه. هاي المرة داي كان سيء على خلاف الجولة الأولى. أوكي الحين متجاب طول الأركيد بضغط على نفس الأزرار يلا بشكل مستمر. زين بس خلني شوية أعدل التحكم. يضبط عاد. بس شو بنجرب. زين خلنا نخلي هالزر هاي بنش وهذا بالعكس. أوكي خليني اجرب بعد مره. يلا الحين يلا سو. اوكي ضغط ستارت. يلا الحين جرب. زين شكله ما ضبط بعد. لا والله ضبط. ضبط بس غريبه هو في الاركيد يعني على عكس الفيرسز يتلون لونه باللون بنفسجي يعني في شاشة اختيار شخصيات. ايه. يتلون لونه على عكس الاركيد. يا سلام. انا عبالي بتضربك. وطبعا الرج القديم مالته مداها جدا طويل. تتكلم عن شنو كومه. يلا واقف اخر الشاشة ايه؟ يوصل لك ليش شاشة ثانية. بالضبط. بالضبط. هالكود اللي اكتشفناه الكود المفقود من 25 سنة. طبعا كان اللعب صراحه كان ممتع. انا ما توقعت ان راح نطبقه. قلنا يمكن يعني مر بالصعوبات لكن الكود طلع مش الهداجة من الصعوبه. عموما يعطيكم العافيه. هذا كل شيء بخصوص الكود السري للسيت فايتر الفا 2 نسخه سباتندو. الكود المفقود من 25 سنه هذه وطبقناه اخيرا. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله على خير.